لا أعلم ماذا يجري بين أمي وهذه المرأة. أنا أعرف، بينهما تاريخ. في قديم الزمان نيكول وأمي كانتا صديقتين تتعلمان الكاراتيه عند جدي. وحدهما كانتا قويتين، لكن معا تحدتا المستحيل حتى أتت بطولة الفنون القتالية في ألمور. نيكول كانت حامية أمي، ولكن مع احتدام المنافسة كان عليهما التواجه في المباراة النهائية. كان الفوز سهلاً لأمي، لكن روح أمكم القتالية جعلتها تنتصر. واعتزلت نيكول طريق البوشيدو لحزنها على صديقتها. وفي اليابان تدربت أمي كل هذا الوقت لقتالها القادم، والآن عادت. لكن أمي لن تقبل القتال. قلبها أطيب من أن تؤذي صديقة. روحها أكثر من... أيمكنكما التوقف؟ آسف. معهما حق، ماما لن تقاتل صديقة. ليس في يدها خيار. على ماما إنهاء مسألة قديمة. لا تتبعوني، فهذا خطير. الطعام في الثلاجة والخبز في الفرن، ولا تستخدموا الميكروويف وإلا سيحترق. تهدد بطرد أمي من العمل وخسارة المنزل إذا لم تقاتل. علينا إيقافها.